بنحييكم عبر شاشة التلفزيون لبنان ورحكم معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول. هنا أهلا وسهلا فيك ريتا. مرسي شيف. كيفك اليوم؟ فيك الحمد لله كتر خير الله. أنا وريتا اليوم يا حنساوي كبة البطاطا النية ويا حنرافق معها زيت زيتون، فليفلة حرة، فجل، نعناع أخضر، وأكيد في أشياء لإلها. قبل ما نبلش بشو أشياء لإلها، فينا كمان هالبطاطا أنا عندي الصنف الثاني اليوم عاملينه اسكالوب دجاج بالكريمة أو صوص كريم. هون يحفرجيكم البطاطا السوتيه يلي يحكمل الشرح، بس أفرجيكم شو صار. يلي هي بدي تستوي نص استوى، بعدين ببردها وبقطعها وبصفها بصينية مدهونة شوية زيت، بعدين نتفت زبدة معها وملح وبهار أبيض وبشتغل فيها. هون بدي اسلق البطاطا لكبة البطاطا النية، منسويها بهالشكل، منحط ملح ومنغطيها. وقبل ما نكمل الشرح، هالبرنامج سبونسر هو برعاية ماجي، ورح ناخد اتصال. ألو ألو، بونجور شيف. بونجورين، يعطيك ألف عافية لإلك وللست اللي معك. تسلمي تسلمي، ألا عافيك. ومنا معرفة شو الأكل الطيب اليوم؟ صحة صحة، عطول في أكل طيب عطول. بالعين اسمالة للجيرج كيف عملته بيطلع طيب. تسلمي تسلمي، الله يطول بعمرك وخليك بصحتك. الله يحفظك. الله ليك شيف، بدي عزبك بتعطينا وصفة البطاطا سوفليه، لأن إيه؟ عم بعملها دايما وقت بقصة بالسينية بالآخر عم تفرط معي. هلا منخليها ما تفرط، تكرمي. بدي عزبك شو عم تربح شي الليلة؟ نعم؟ منا نربح شي معك؟ يوم لا وقف الربح. نربح نحن وجودك. ايه مثل ما قلت لك ريتا. نعم؟ ربحنا صوتك الحلو. الله يطول عمرك وخليك. تسلمي تسلمي. بدك تعملنا جمعة الجاي معمول ما هيك؟ يلا ان الله راد. نعشنا ضل بخير وينعاد عليك مليون عيون. ميرسي وعليك بالصحة والعافية، تكرم عيونك. الاسكالوب بصوص كريم، اسكالوب دجاج، في لحمة وفي دجاج وتنتهم فينا نعملهم صوص كريم. نجيب صدرين دجاج ونقطع الصدر لثلاث قطع، مندقهم ملح بهار ابيض، بعدين بلطهم بالطحين بالبيض المخفوق مع الملح وبرجوز الطيب وبهار ابيض وشويه مي، بعدين بالكعك حط زيت على النار بقليهم، بعدين بقلي بصلة بشقفة زبدة، توم ناعم، بضيف فوق منها الفطر الطازة، بعدين كباية كريمة، بغليهم غلوة على النار وبضيفهم فوق الإسكالوب، حط حد منها البطاطا سوتيه ومنقدمها. أما البطاطا يلي هي كبة البطاطا، كل كيلو بطاطا 400 جرام برغل، فينا نحط 250 وفينا نحط 300، بصلة ناعمة مبروشة معها، نعناع أخضر، نعناع يابس، ملح، بهار أسود حلو، وزيت زيتون. وفينا أنا يحط الجوز اليوم على الوجه عليها، فينا نفرم جوز ونضيفه معها، كمان بيعطيها طعم طيبة. مثل ما قلنا منقدم بالجات معها، من بعد ما نسويهم كباتيل منحط معهم زيتون، نعناع أخضر، فجل، ومنقدمه. فينا كمان نحط رشاد يلي حدا بده، وحد منهم بصل أخضر. أهم شيء أهم شيء. يلا رح نبلش بالأول بصلصة الكريم، نحطها على جنب ليكون استوى شوي البطاطا معنا، وبعدين نبلش بالإسكالوب. أو هون منشان يبين معنا. منحط شقفة زبدة، وهديك بخليها للبطاطا. جيبي ملعقة خشب، مننزل بصل، وبخلي هولي للكبة، ومناخد اتصال. ألو ألو ألو، بونجور بونجور سيف أنطوان. بونجوريني، أهلا وسهلا فيكي.
يعطيك العافيه. الله يعافيكي. وحياتك بدي اسالك اي عجينه لازم ما نحسنها كثير ما نكثر يعني بالعجن فيها؟ اكثر شيء دروسات الكعك بدي اهم شيء قالوا عجينه الطرط مش لازم نعجنها كثير، بالاخص بس نضيف عليها الطحين. نعم. بدنا نغنجها تغنيج ونضيف الطحين ليمتزج معها على مهلنا، لانه اذا بنشد عليها بتقسى. واي عجينه لازم نعجنها كثير؟ العجينه اللي بتعجنيها كثير ما بيقسى، المهم تاخذ بال. اكثر شيء البابا قران هيديك بدها عجن كثير، ومن بعد ما تختمر نص ساعه او ثلاث ارباع الساعه بنرجع عمو جديد بنشيلها وبنعجنها عمو جديد، وبصير نضربها على الطاوله 10 مرات لترجع كل الفقاقيع الموجودة بداخلها. أوكي. ترجع تضب على بعضها وترجع عمو جديد تعطينا الفقاقيع. بدي بعد كعك بدبت لو سمحت. تكرم عيوني. تكرمي بخاطرك. منقطع الفطر الفطر على طول من غسله يلا هي البصل كان نحط الثوم دغري نحط الثوم فوق البصل ايه؟ يشقر يصير لونه اشقر نفرم الثوم ناعم هي البصل دبل بشقفة الزبدة وهيك صلصة فيها نحضرها قبل بوقت بعدين منسخنها ومنقدمها. نضيف الثوم هلا منفرم الفطر لو بنفس السكين وعلى نفس الخشب اللي مغسلها لأنه بده يرجعوا ينحطوا معه. هو أكتر شيء الدجاج واللحمة ايه لا بس انه هم بنفس الاكل ما بيأثر هاي بالاخص بالصيف اللي بتكون مقطوعه المي منيحه لها كل الناس عم تشتري مي وبتصير تحسب الميات انه عم ينزلوا. ناخذ اتصال. الو هي الفطر في ناس كثير منه بلد جلده لشو؟ على طول صار صار متوفر وكل ما كان طازة نستعمله طازة أطيب وفيتامينات وأحلى وأحسن نحطه ني مش نحمره أو شيء. نوصل النار شوي عندي عملي معروف غسيل البرغل؟ لا لا ما هو بدوش غسيل ونغسل امبارح منشفناه بالشمسات اللي طلعوا ايه صار الطقس حلو ايه مش هالحال نعطيكي اول قصه من الفطر Thank you.
إلى الفطر خلص. صار جاهز. صار جاهز. هلا بنحضر الاشياء للاسكالوب للتحضير، البانيه بهالوقت كمان. هاي البطاطا ما بدها شي 3-4 دقايق بيمشي حالها، يلي هي حطيتها قبل ما بلشت الحلقه، يلي بدنا نقطعها ونحطها بالفرن نرجع. هون منجيب ونحط الكعك بوحده، نكسر البيض بهالجاد كسر يعني معروف، نحط القشر هون. هلا بنقدمه. اخفقيهم شوية بهار ابيض، حطي بهار ابيض كمان يعني شوية ملح وجوزة الطيب. جوزة الطيب، وانا اعطيكي شوية مي. ايه اخفقهم شوي ليكسر حدهم. هاي البطاطا بحشي لأول القسم، هيدي صارت مستوية نص استوى، مش لازم تستوي كلها، منشيلها وهي منجيبها محلها. منبردها للبطاطا لأنه ما في بتفسخ معنا إذا ما بردناها بعملية الشغل. هون منضيف الكريمة، هاي خلصت تقريبا، هاي الصوص كريم. بس ضفنا صوص كريم عليها الكريم، نتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. هالبطاطا استوت نص استوى، ريتا عم تدهن الصينية شوية زيت نباتي بالكعب وأنا عم أقشرها لأستعملها صوتي بالزبدة بالفرن. حضرنا هون طحين بيض كعك استحري لنبلش نحضر الإسكالوب. البطاطا لكبة البطاطا النية هي على النار عم تستوي البطاطا بعد ما استويت، بس تستوي بنطحنها ونضيف عليها البصل الناعم النعناع والبرغوشو. والأهم شيء مش كل شوي نروح ونشكشكها، ما بيسوى أبدا نشكشك، عم تفرض لا كل شوي ولا مرة دغري مكبسة. هلا هي نص استوى، نص استوى زبتكن على مسؤوليتي بتعايروا 15 دقيقة يلي بكسوها مثل أنا عم سويها هلا. 15 دقيقة غلي، مش أول ما نحطها على النار، دايما منعير الوقت بعد الغلي. بعد الغلي أهم شيء. كنت بدي أسألك على البروكولي لما يضل قاسي قديه بده وقت بعد الغلي؟ بده دقيقتين ثلاثة، إذا كانت كبيرة ثلاثة، إذا كانت صغيرة اثنين. بناخذ اتصال، بس في ناس بخافوا منه بسقطوا ما يسخنوا بيشيلوه، بيكون بعده قاسي. بضل بعده قاسي ما بيكون طيب. وبناخذ اتصال، ألو. ألو. بونجور. بونجور، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. كيفك؟ منيح. إذا بتريد بدي منك وصفة كعك الشعنينة وشو بنعمل لهم تيضلوا طرايا لو عذبتك. تكرم عيونك، بدك اياه مع حليب ولا حليب؟ مع حليب. اصولا هو مع حليب. ايه اوكي. تكرمي. ميرسي لك. بخاطرك. باي. لانه في ناس بيكونوا صايمين عن الحليب وبدهم اياه. اذا ما بدنا نحط حليب شو بدنا نستبدله؟ بنوع عصير. اه
عصير ليمون او عصير. ايه اي عصير هن بيحبوه بيستبدلوه فيه. ناخذ اتصال. الو. الو الله معك. الله يحفظك. كيفك؟ منيح. معك مختار بعلبك خالد صلح. اهلا وسهلا فيك. بدي استفيد منك لو سمحت. وانا بدي استفيد فيك تعمل لي اخراج عيد. اسلوب كمان. بخاطرك. بدي اعرف الكمب شو هي الطبخات اللي بينطبخ، كيف اشهر الطبخات اللي بينطبخ فيها الكمب. يلا بخاطرك. يخلي لي اياك. تكرم عيونك. حبيبي. يعطيك العافية. الله يعافيك. حطي لي الصينية هون. نقطع البطاطا بهالشكل رونديل. شوفي شو بنعمل هيك. هلا بدي منك تخلطي بالوقت شوية ملح وشوية بهار أبيض، بس الملح ثلاث مرات أكثر وأربع مرات. نكبسها. شوفوا لي راس البطاطا كيف كان، شوفوا كيف بده يصير. بكبسوا بايدي، خلي ياخذ هالشكل، شكل التحمير. يا حبرمها هيك لتبين. دائما منبلش بالاشياء اللي بدها وقت منشان نقدر نلحق نطعم الناس الجاي لعنا ويكون كل شيء منيح. ها شوفوا كيف هيك برجع بكبسها. ها بهالشكل. وبناخذ اتصال. الو الو الو. بونجور. بونجور. بونجورين الشيف بونسوان. نعم. وحياتك بدي اسالك كيف بغسلوا الاخبوط. ايه تكرم عيونك. من معروف لانه الي من فتره، اول ما من فتره طويله بتصل فيك كنت عامل كلامار وريديز. نعم. وجبت سيره الاخطبوط كيف بيعملوه، بس نعم. ما بعرف كيف بغسلوه. ايه تكرم عيونك. من معروف فيك تقلي هلا. يلا. هو الاخطبوط بنجيبه بتحطي مي وملح على بوعي، بتحطي معه ملعقه خل. اوكي. ترجعي هالاخطبوط بسكين بتشيلي منه بين ايدي واجري في هيك حفافيش شوي كبار. هذا اللي بدي اعرفه، منين بنظفوه؟ بتقصيه اذا بمقص بتقصيهم على كعب اللحم. ايوه. واذا بسكين بتشيليهم بسكين طيب صغير شفرته رفيعه. ما في كيس رمل ما بينبخش كيس الرمل بقلبه؟ بلا، بس بدنا نبلش بهاو بالاول. اه بدنا نشيله امعاءه ونرجع، مش بس كيس الرمل. ايوه. ايه نطف على الاخر. منين بتشيلي منه مثل ما قلنا شوي من تبع الضفير والاجرين، الايدين والاجرين البارزين لبرا. ايوه. ترجعي بتشيلي احشائه، في له احشاء. ايوه. بتنطفيهم مظبوط، وساعتها اما بتشوي شاوي تنقعيه مع زيت وثوم وحامض. لا بدي اسلقه انا، بس ما بعرف كيف بنظفوه. ما قلنالك بدك تنظفي احشائه كلها، بدك تشيليها. ايوه. احشائه ترجعي بتغسليه مرتين ثلاثه. ايوه. ترجعي بتحطي مي على النار مع مواد عطريه، بتغلي المي لوحدة 10 دقائق، وبترجعي بتحطي بتسقطيهم للاخطبوط الكامل مثل ما هو او مقطع حسب انت التحضير اللي بدك اياه. ايوه. وبعدين بتفوتيهم على الفرن. بده فرن السلق وحده ما بكفي؟ بلا، اذا بدك تحمريهم بالفرن تحمير. اذا ما بدكش تحمريهم السلق بكفي، بس تنضج شيليهم وبتعملي. تكرم عيوني. ميرسي على سبنيك. بخاطرك عيني، لانه في ناس بيحبوه محمر من بعد ما يسلقوه بيرجعوا كمان بفوتوها على الفرن. خلص 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 بزيادة بزيادة يعني. الله يساعد اللي معه ضغط. جوزك معه ضغط شيء؟ لا مشان هيك مرتاح مرتاح بالرش. بدنا شوي بس. بنوجه له تحية لجوزك. ميرسي. هاي البطاطا دخلت على الفرن. هلا بدنا نشتغل شوي بالاسكالوب. تفيلي النار على الكريمة.
أول شيء ورقة نايلون، هيدي قطعة الدجاج هوليك ندقه مشان ما ندق كله من الوقت، هيدي ما انحطت بهالشكل بنحطها، بنحط عليها ورقة النايلون لحتى كيس الخبز اللي عندكم بالبيت بيمشي، مندقها بهالشكل. هيدي هلا شوفوا شو بدنا نعمل. هالدجاج المدقوق منحطه حد بعضه ومن ملح ومن بهره مع بعضهم ليكون كل محل نفس النكهة لبعضه. يلا رشي لهم ملح. أخف خف وعلي إيدي كمان معروف. يلا هلا منجي لعملية لت باني باني. خلي هودي بالأخير. أعطيني ملقط من عندك من هونيك. رقيقة هي جهة واحدة بكفيها. وبناخذ اتصال. ألو. أنا شو عم المختار الكاميرا استعملتها ولا ببطل ببطل يعمل لنا إخراج دقيق. ألو حضرتي حالك لبستي كفوف؟ أنا أكيد بدي أكون حاضرة معك على طول. هذا هيك نصفيه من البيض قدر الإمكان، ما فينا نقول 100%. يلا وضيفي عليه كعك وكبسي ملي معروف. نكبس هالطحين أكيد كميته شوي بقى تكون أكثر من نحن بما نستعمل، ما فينا نرجع نستعملها على شيء تاني، بده ينكبوا ما بينحفظوا يعني. كمان البيض وكمان الكعك هون عم نكبسهم كرمال ايه كرمال يشربوا الكعك. مزبوط. الكما الكما صنف نادر منه موفر بكميات، بيطلع بفصل الشتي وأكثر شيء بشهر شباط وأدار على البرد. إيه البرق والرعد. والبرق والرعد مزبوط حفظناهم. فينا نسويه منقوع زيته أول شيء بده نقع بالماء ليتقشر معنا، نرجع منحف التراب عنه بفرشاية خاصة. مش بنقول هالكما كل شيء بطاطا كل شيء القاس بده غسيل ويكون تحت الأرض تحت التراب، منغسله بهالفرشاية منخليها خصوصي وفي منها بألف ليرة يعني ما بدها إنه هالقد شغلة. نرجع بنعمل نقع 3 ساعات تقريبا او 3 ساعات ونص، منقشره منغسله مزبوط، نرجع بالفرشاية منقشره الحبة الصغيرة بنتركها مثل ما هي، الحبة الاكبر منقصها 2 والاكبر 4 والاكبر 6 والأكبر إذا كانت 8 إذا كانت ليش؟ لأنه ما بيكون في كتير كبير حجم لأنا. نرجع
يلا نرجع اذا بدنا اياها بالاول مثل ما بنساوي تقريبا الشيش طاووق، تنقع هي بتروح مع الشيش طاووق، تنقع بعدين بندق توم، يعني لننقع توم زيت حامض، ملح، بهار ابيض، شوية تباسكو، وبتطلع نقع. فينا نسويها على الطريقة الاسيوية، صويا صوص، خردل، خل البلسميك، شوية خل الرز، ننقع فيها وكمان بنستعملها للشوي. هي الاسكالوب، دجاج، يلي عملته ريتا. فردناهم عن بعض. ايه بس بدي دقهم هلا. بدهم دق هلا. مش حيزمطوا من تحت ايديك. مش حيزمطوا من تحت ايديك. لين دقهم لنثبت، لا كيف نزل الكعك عنهم. لنثبت الكعك فيهم منشان ما ينزل كثير بالقلي. برافو. برجع بسكين بزخرفهم ليطلع شكلهم مرتب، ودايما بقلي على اول جهه مزخرفه، دايما القلي بتم على اول جهه مزخرفه. ليش؟ السر يعني شو؟ لانه بتاخد على بعضها وتطلع شكلها حلو. برافو، السؤال من محله. بدون شوي بعد شيف؟ بدون شوي. مثل ما منقطع كبة الصينية. مثل ما بدك بتقطع. يا هلا فيك تبلشي تقليهم. شيليهم من هون، خليه يحمى بعد شوي. بدون شوي بعد. ايه. ما بيسوى الا ما يكون حامي. ممكن. نجيب مصفية. نصفيهم. لا لا ما ادريش بس في دغري عجات. اوكي دغري عجات. ناخذ اتصال. الو الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي. معك ابراهيم المنتقلي من قرنة الحمراء. يا اهلا وسهلا فيك يا ابراهيم. بدي اسالك سؤال طبي. بسوي اكل، عملت رجيم. نعم. على صدر الدجاج نقعته بثوم وخل، بار ابيض، قرفه. نعم. شهرين نزلت 22 كيلو. نعم. بعد شهرين طلع لي حساسية بجسمي، ظهري، بإيدي، أجل لك بجري. عملت زرع دم، طلع غبرة السجاد للصوف. يا ترى هيدا مسموح؟ هيدا الدجاج هيك بالثوم والخل هو برأيك أنت بيعمل الحساسية أم لا؟ هلا أنا مني حكيم ولني مفوض أحكي من قبل وزارة الصحة ولا من قبل وزارة الاقتصاد، بس انا بقول انه بالزمان حكوا عن البقره المجنونه انه جنت من نوع الاكل يلي بتاكله. قلت لهم انا لو الدجاج بيعيش قد البقر كنتوا بتشوفوا الدجاج كله طاير. هلا فهمك كفايه. دايما دايما لو بدنا نعمل الحمية ورجيم انا بحكيها مثل ما بننصح شوي شوي، بدنا نضعف شوي شوي، والا في كثير بقشمنا اشياء بتشتغل، يعني الكلاوي، الكبد، الطحال، كل هالاشياء بيشتغلوا مع القلب كله بيضعف اذا انا بدي اعمل رجيم كثير كثير قاسي. انا بنصح كل شهر كيلو، كيلو ونص ماكسيمو. بدنا نعيش 150 سنه لحتى نضعف. هلا بدك تعيش 100 وبدك تنتبه لهالاشياء اكيد. لا لا بالعكس، سلامتك. يلا هلا اني خفف لي هالاكل من كنت عم تاكلهم، غير شوي كلك شويه خضار
طازة. هلا جاي موسم الارتيشوكي، كلك اربع خمس اكلات من الارتيشوكي، كلك مقرص ارتيشوكي ناي ورجع فروك سنينك بالكربونات، في بازيلا خضرة كمان منيحة علقنية بموسمها، ومنقول لك سلامتك والف صحتين. مرسي، الله يسلمك. بخاطرك حبيبي. يلا باي. باي. هالبطاطا استويت، منقشرها ومناخذ اتصال. الو. هاي فيصل، شلون كيفك؟ منيح حبيبي، اهلا وسهلا. بس بدي اسالك سؤال. نعم. كيف بيعملوا الدجاج بالكاري؟ ايه تكرم عيونك حبيبي. يلا. بس عندي سؤال تاني بس. نعم. انت اليوم نازل شي على البيال؟ اليوم لا، خلص نزلنا يومين ثلاثة بكفي، وافتتاح مع معالي الوزير. ايه اوكي. بالاوريكا. عم تضيعنا يا شيخ. ايه عم تضيعنا. يلا. مشاريعك كثير. بس انت كيف بيعملوا الدجاج بالكاري اوكي؟ ايه حبيبي. لازم تعملنا برنامج كل يوم بيوم وشو تحركاتك. هاي البطاطا بردها شوي مش كتير لتضلها سخنة لتنزل معي بكل سهولة، وبرجع بقشرها وبشتغل فيها. انا هون شايف عم بقلب الدجاج انه تحمر من اول ميلة. بضل قلبها سخن منشان هيك بدنا ننتبه. ايه حلو، ماشي حمرين اكثر، خففي النار شوي اعملي معروف. بنحطهم بمصفاية، نرجع بنحط المصفاية على الطنجرة يلي كانوا عم ينسلقوا فيها، بنجيب وعي ومنبلش نقشر. ونحن عم نقشر البطاطا بنتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. تابع حلقتنا دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان. هون بدي عم بطحن البطاطا يلي قشرتها، وبعدها نص سخنة، مش سخنة كتير، نص سخنة. ليش نص سخنة؟ مشان تنزل معي بسهولة. عزبك جيبي هالجات، نزلي لها وفي جيبي ملعقة خشب، نزلي لها وفي يونها ملعقة عادية. ليش مننزله؟ مثلا سكرت من تحت يبطل بيصير تعذب تنزل. نرجع ننزلها البطاطا. بالقلي الكهربائية ما بيزبطوا، بينطحنوا كتير بمايلتو. يلا بدي عزبك شيلي بالكعب. ومناخد اتصال. الو. الو، مساء الخير. مساء النور. شيف انطوان؟ نعم. ليش عم بتحط السلطه الايسبرغ بدون غسيل؟ مين قال لك؟
هاي العصفورة اللي خبرتي مش صحيحة متخبرك. كل شيء بنغسل. ايه بس انا بغسلهم قبل ما اجيبهم على الهوا. بناخذ وقت كثير. كرمال الوقت. هلا هي الفجل ها يحفرجيكي هول الفجلات. هلا اذا استعملتهم انا مغسلين يمكن اترك كمان. الكعب فيهم بس اني مغسلين اربع مرات كمان. شكرا يا شيخ. ما في شيء بناكله بلا غسيل ابدا. بطيخ الليمون القرنبيط. شكرا لح... يسلموا ايديك. تكرمي اهلا وسهلا فيكي. لحتى الليموني انا بنظري الحامض لازم يتغسل لانه يمكن يكون ملوث من برا بالقشره ونضطر انه نحرك بشي بايدنا نرجع معصره. او شيء بيجي التلوث علي يرجع بده يكون كله مغسل قبل. كل شيء ولا هالنقطه شايف اهم شيء الغسيل والنظافه عندنا. يلا غسليهم. ريحة الاسكالوب كتير طالعة طيبة. ايه اكيد لونهم حلو. هلا عم نطحن البطاطا لكبة البطاطا النية. فينا ندخل بقلبها جوز مطحون كتير طيب كمان. وفينا نحطه زيني معه. فينا هيك وفينا هيك. هالبرنامج سبونسر البرنامج هو ماجي. هالشربات الحلوة يلي موجودة يلي بتتساوى بدون اي تعب. دغري بتحطوا لتر ماي وبتحطوا ظرف الماجي تبع الشوربات وبتطلع اطيب شوربه للهليون والاسبرج واي شوربه بتحبوها والفطر. انا بحطها وبزيد عليها كمان جزر واشياء كمان فيني تزيد عليها قصص خضره. ايه هيك بتصير اضافات. ايه هاي البطاطا يا نزلي لي اياهم كلهم عندك خلي معروف منه. منغسل البرغل. مش ضروري ننقعن البرغل قبل بوقت. لا مش ضروري نغسله بس خلص. نزلي البطاطات هون. كان عندي مبرشي انا شفت لي اياها ماشي هذه كعتيني ضاعت لقيناهم ضاعت ولقيناهم. نبرش بصل الرفيعة. الرفيعة ما كتير بيحبوا البصل. أنا عندي ببرشلون يا عن نعم يا أنا عم شي. يلا غلي إذا بدك الصوص وحطي لي إياها علي ووزعيها. جيبي كبشة ووزعيها علي. مظبوط. فينا نبرش كمان مع حار. فينا نحط الحار حده. اهم شيء الحار لشيف عبده. شيف عبده بحب الحار. مش عم بيعذبنا ليه الحار مش عم نحطه. لا هو بحب ما فينا نقاسسه بموضوع الحار. الملح منيح هيك؟ منيح. ومن هون كمان في شوية بصلة ناعمة يعني بنقول بيمشي ها وبيمشي ها. البرغل منضيفه بنعصره شوي. حطي لي النعناع الأخضر.
حطين حطين انا بحب النعناع. حط الزيني. الزيني في عنق لكونين فوق الماشي هيك حطيتهم على المنصة العليا. حطيتهم على المنصة فوق. شكله النعنع بلدي يا شيف هول. ايه اكيد هلا بلش. يلا اعطيني عنك شيلي الملعقة حطها هون. ندعكن مع بعضهم. حطينا ملح وبهار اسود. قلنا فينا نحط معهم جوز مطحون على مسؤوليتي طيبه بتطلع. بس كمان فينا نجوز عادي نحط على الوجه. بركي كان ست البيت عم تسويهم وما عندها جوز. لتبعت جوزة تجيب الجوزات وش حتمطروا بعرفها انا بتكون حايصة. تعملوا متحط الجوز على الوجه. هلا الأهم من كل شيء هون نحط معها زيت زيتون. وزيت الزيتون بيعطيها طعمة كتير مميزة وكتير لكبة البطاطا. هي زيت الزيتون بحط معها 3/4 فنجان قهوة وبخلي 3/4 لأستعملهم للزينة على وجه. بدي أسألك سؤال عن زيت الزيتون، كيف منعرفه إذا أصلي أو لا؟ إذا حطيناه بالبراد المجمد بيكون أصلي؟ مزبوطة هاي الخبية؟ مزبوطة. في قصص كثيرة. هلأ أنا حتوقف من بعد ما خلصتي سكت الصوص يبقى نشرح عنه. هني أكتر شيء للغش مؤهلين زيت الزيتون والعرق والعسل. برافو. راح نشوف المقادير عبر شاشة تلفزيون لبنان وأنا أبلش اسكوب البطاطا. نعملها بهالشكل هيك. أعطيني جات أعملي معروف. كبة البطاطا عم نسويها بهالشكل. لنرجع نكمل نحن عم نسوي كبة البطاطا الكمة. طريقة تانية للكمة. استأذن. بصل جوانح، ثوم منكتر ثوم، كزبرة باقة. الكمة بتكون مقلية بالزيت مقطعة مربعات ومقلية بالزيت. شوفي لي كمان ايدك ما فيهاش كفوف البطاطا هونيك وين صارت من المعروف بالفرن. اي بس تجيب شقفة. من بعد ما تنقل البطاطا منضيف الكمة عفوا منضيف عليها. من بعد ما نضيف عليها منقلبها معها. فينا نحط معها شوية حر اذا بدنا. فينا بلا حر عصير حامض ومنشيلها او منكون مقليينهم محل الزبده زيت زيتون. بدها شوي صغيره بعد يلا بس على طول بنطلع مش بنترك مشان ما يحترقوا. نطلع بلا اكل. نطلع بلا اكل ونقول يا ذيعان التعب. انتبه.
هي رجعت الخضرة. فينا نحط كمان بصل معه، بصل أخضر بيروحوا مع كبة البطاطا، أو كلهم مش مشان الإسكالوب، الإسكالوب بس البطاطا بالفرن. هاي الخضرة بده ياكل بطاطا واحد. فجل شاف فينا ناكلهم؟ ايه اطيب شيء، بيقولوا منيح للكوليسترول وبيغذي كثير للكبد والكوليسترول، مش بس كمان للكبد. لا في ناس ما بياكلوها بكبوها، بيقولوا مش منيحه او شيء. هاو بيكونوا بلا متوخزين. ما بيعرفوا، مش ما بيعرفوا، مخمنين انه بس الفجل او شيء غالي، وان هن كلاس يعني ما بياكلوا حيلا. البعض منهم مش الكل عم نحكي، لأنه دائما بكل شيء ما فينا نجزم الكل. فينا كمان ركا، في كذا شغلة أخضر ناكلها. هلا هاوري خلصوا هي جاتنا، حطينا الثاني الكبار بالأول. بس عيلة عندي كمان معروف. زيت زيتون على الطبق بهالشكل بيتقدم. شكلهم كتير حلو. عرقين نعنع أخضر بيناتهم. من هاو شا قدارك هوريك، ما تزعلي ما تنأذي. لا أشي. منحط شوية زيتون أسود كمان بيناتهم. مش معناتها بس بدك تاكلوا هاو الزيتونات، فيكم تاكلوا غير زيتون بيكون موجود حدنا زيتون، بس هون للمنظر. هيك بتتقدم كبة البطاطا. فينا نحط لها شوية زيت ونحطها بالفرن كمان بالصينية؟ غير شي خلص، هون بلش نضيعهم للناس. هون غير شي تغيرت. هون بالأول بهالشكل بس بنسويها، ما بنعجقها. شايف يا الزيت كيف عليها طيب. هلا بدنا نشوف البطاطا اللي بالفرن. البطاطا اللي بالفرن خلصت، يعني بتتقدم مع الاسكالوب. هيدي خلي لي اياها على عيني هيك هيك. ايه خضره. ايه هيدي الاسكالوب. بنجيب جات. هلا كان في جات هون هنا. طيب هذا احلى. نجيب مشحاف، كان في مشحاف هون، يلا او نجيب ملقط. منشيل هالبطاطا وبنحطها ومنشيل الصفي، نخليهم ورا بعض. ايه بتضل الصفي حلوه ومرتبه. ايه راح يعني عارف ويكاند بكره. سبق ايه هدول مثلا الويكاند سبت احد حلوين الاكلات طيبين. ست ريتا انا بشكرك على معاونتك على الاطباق الطيبه. كان عندنا اليوم كبه البطاطا يلي هي بتشهي، بنقدم معها هالفجل والفلايفله الحمراء والخضراء كمان تعطيها منظر حلو، بحب الفلايفلي مع الحلة كمان مع نعناع وفجل ورشاد ورقة وبصل. وإلى ما هنالك ورشاد. كمان عنا إسكالوب الدجاج بالفطر بصلصة الكريمة، وعنا يلي هي بتتقدم مع بطاطا سوتيه بالزبدة، نسويها بهالشكل.
حلقتنا من اليوم انتهت. بنحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان وميرسي ريتا مجددا، وبقول لكم باي باي. وهالبرنامج برعايه سبونسر ماشي.